في تطورات المعارك في صنعاء، تم تحرير معظم مناطق مديرية النهم بشمالي المحافظة، حيث قامت قوات الجيش والمقاومة بتمشيط وملاحقة عدد من الجيوب التي لا تزال ميليشيات الحوثيين وصالح تتمركز فيها. وأكد مدير أمن محافظة صنعاء العقيد مراد أبو حاتم إن الحوثيين لجأوا إلى تفجير الكباري على الطريق الممتد من مفرق الجوف إلى الفرضة لإعاقة تقدم قوات الجيش أو المقاومة الشعبية، لافتا إلى أن العشرات من الميليشيات سقطوا قتلى وجرحى في العمليات، كما تم أسر عدد كبير منهم. عبر الهاتف مباشرة من عدن ينضم لنا الدكتور علي الخلاقي الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور علي مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن المقاومة الشعبية وقوات الشرعية تتقدم في العاصمة صنعاء، من خلال المعلومات العسكرية لديك ما آخر ما تم تحقيقه إلى الآن؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة. والحقيقة أن الأخبار التي ترد إلينا من جبهات المواجهات تبشر بالنصر القادم للوصول إلى معقل الانقلابيين في العاصمة صنعاء، حيث تم اليوم إحكام السيطرة النهائية على فرضة النهم، وهي الطريق الاستراتيجي والنقطة ذات الأهمية الاستراتيجية في تقدم القوات لاحقا وبسلاسة إلى الأمام وصولا إلى صنعاء، حيث كانت تلك الفرضة بحكم موقعها بين جبال استراتيجية وهامة تطل على محافظة صنعاء، قد عاقب تقدم القوات لفترة طويلة وحاول الانقلابيون الاستماتة بالاحتفاظ بها، ولكن الآن بعد تحريرها تمثل عامل هام لدفع بقية محاور القتال للتحرك سريعا والاستفادة أيضا من تلك الخلايا التابعة للمقاومة الآن في إطار صنعاء التي تستعد لوصول قوات الجيش الشرعي والمقاومة للالتحام بها وإلحاق الهزيمة بالحوثيين. طيب دكتور علي، بعد هذا التحرير، بعد كل هذه التحركات العسكرية على الأرض، ما الاستراتيجية التي العسكرية طبعا التي ستؤدي إلى حسم المعركة في صنعاء؟ كيف يمكن أن تحسم؟ لا شك أن القائمين على شؤون إدارة العمليات العسكرية لديهم الخطط التي تراعي مختلف الجوانب التي تتعلق بكيفية إجراء المعركة الحاسمة في صنعاء، وهذا الأمر لا يمكن الإفصاح عنه، ولكن مما يتبين من شواهد الآن المعارك على الأرض أن الاتجاه الرئيسي والمعركة الرئيسية الحاسمة هي صنعاء، ولا بد من صنعاء ولو طالت الحرب، ولكن لن تطول كثيرا خاصة وقد مني الانقلابيون وقوات المخلوع بهزيمة قصوى هذا اليوم، وبدأت قواتهم تتفتت واستسلم من استسلم وفر من فر، وكذلك لجأوا، وهذه من علامات الهزيمة التي مني بها، إلى تفجير الكباري وإلى تلغيم الطرقات المؤدية إلى بعض المواقع التي ما زالوا يحتفظون فيها لا يؤمن لهم انسحابا بأقل خسائر، ولكن تواجههم ضربات المقاومة والجيش الوطني وكذلك الطلعات الجوية من الجو التي تأتيهم الضربات المحتمة وفي آلياتهم وقواتهم المتحركة التي نعم دكتور يعني فيها بعض مواقعي. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور علي الخلاقي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من عدن.